أهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. في هذه التغطية بنتابع مع حضراتكم تفاصيل الحالة الصحية للممثلة فاطمة كشري، واللي كنا من حوالي يومين خصصنا لها تغطية، وكان معانا عبر الهاتف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقال إنه كلف الفنانة نهال عنبر بالتواصل مع الممثلة فاطمة كشري وتقديم اللازم ليها. اليوم السابع علم إن الممثلة فاطمة كشري كانت امبارح عند طبيب مختص بيشوف حالتها، وإنها منذ صباح اليوم وهي بتتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى من فحوصات وإشعاعات وتحاليل علشان نطمئن على حالتها الصحية. لكن خليني أقول لحضراتكم إنه في شائعات كتير جدا عن سبب تعب الممثلة فاطمة كشري ووضعها الصحي، متداولة بشكل خاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي، منها إنه في طبيب نسي شاش في بطنها أو نسي فوطة في بطنها. احنا هنعرف تفاصيل الحالة الصحية للممثلة فاطمة كشري منها هي شخصيا، لان هي دلوقتي معانا عبر الهاتف. برحب بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، طمنينا على حالتك الصحية. ايه المعلومات بقى كلها المتداولة دي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قولي لنا بقى انت تفاصيل وضعك الصحي ايه؟ كنت بتعاني من ايه عشان كده رحتي للدكتور؟ والله أنا أقول لحضرتك أول حاجة، مصر لسه بخير وفيها ناس كويسة، الله يبارك لهم وادعوا لي، وسبحان الله ربنا سبحان الله بدعا الناس وربنا شفاني. طيب قولي لي انت يعني ايه اللي يعني خلى وضعك الصحي سيء لهذه الدرجه؟ هل فعلا في اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول انه في طبيب نسي مشرط في بطنك او نسي شاش في بطنك، حقيقي الاخبار دي؟ حبيبتي انا عامله عمليه ابتلاء من 13/3 وطعبانه فيها خالص، وقلت له في الحته دي وجعاني رابع يوم والدرناء وقعت ونزفت، قال لي لا من شده العمليه. قعدت 9 ايام في قلب العياده، وركب لي الدرناء على السرير وانا في الاوضه جوه، وراح تاني، وبعد 9 ايام روحت وقعت مني وراح شايلها وجالي صديد، وبقيت اقول له الحته دي وجعاني. المهم قعد يفتح ويعمل ويفتح ويحط عنده في العياده ويجي يغير ويشيل يفك بقى غرزه ويربط غرزه، لما اتشرقت خالص اخر حاجه راح خدني في العياده في التبين في فيصل، وطلعت وانا نايم على السرير قلت له مستحضر العمليه، رحت الدكتور وقعد دكتور منهم واقف بيقول العيب يا اما من الدرنقه يا اما من اللي هي الشبكه، لقيت ناس حواليا ممرضين بتوع نظافه واقفين في الاوضه، راح قالوا ايه يمكن سايب لها حاجه في بطنها، قلت لهم يا جماعه ايه كده؟ قالوا يمكن سايب لها شيش ولا سايب لها حاجه. عاملني وادوني ابره كانك في ضهري ساعتين، حتى ضهري واجعني لحد دلوقتي، وراح فتحلي فوق على بعيد عنك شكلها وحش وتعباني، وانا صعبان عليا نفسي، تدخلي كف ايدك فيها يا حبيبتي، تدخلي كف ايدك بعيد عنك وتطبقي كده فيها وتدخليها، اعمل ايه بقى؟ وراح سايبها لي كده، وحطيت لي فتين نص فوطه، حطيت لي زي الفوطه بتاعت المطبخ ديت، وجيت تاني يوم الاربعاء رحت للعياده شال الفتين ده وحط النص فوطه، حطيت لي تاني، وجت ممرضه يوم الخميس حطت لي ايه الفتين ده برضه، وراحت شايلاه وجايبه لي كيس، قالت انا جايبه لك من عند ام المصريين، احنا لازم نعمل لك بيه كل يوم، وتعملنا ايه يوم السبت، غيرت لك الخميس تعملين السبت العياده. السبت بقى ده طبعا انا كنت بموت،
لما النهارده من النهارده الصبح، والحقيقه انا بحاول اتواصل معاكي بشكل شخصي علشان اطمئن على حالتك الصحيه، والحقيقه انه كل ما اكلمها يقولوا لي ان هي بتعمل اشاعات، انها بتعمل فحوصات بياخدوا منها عينة الدم. فالحقيقه من الواضح ان انت من صباح اليوم، من حوالي الساعه 9 الصبح وانت موجوده في المستشفى بتاخدي كل الحياه اللازمه. مدلعين لي اخر دلع، اخر قطعت لي اتنين هم حليب وزيت الدواء مضاد حيوي، والمدير بيقول لي كويس محسن عليكي مخرجك عندك 20 سنه، قلت له لا 18 عشان انا ايه اعمل الفوازير. هذه ضحك يديك الصحة يا حاجة فاطمة. وخليني بقى أقول لك على حاجة بمناسبة الفوازير. أنت تعرفي أنه الفنانة دنيا سمير غانم كانت بتتواصل مع الدكتور أشرف زكي علشان تتابع حالتك الصحية وتشوف كل حاجة أنت محتاجاها. كمان في كلام أنه أحمد مكي، الفنان أحمد مكي كمان تواصل مع الدكتور أشرف زكي علشان يتابع حالتك ويشوف كل اللي أنت محتاجاه من علاج. فالحقيقة أنه مصر لسه بخير كمان بأهلها وشعبها الطيبين. مصر بخير بأهلها وشعبها ورؤسائها ودكاترة وكل الدنيا من بدري، الله يبارك لها ويشفي لها أمها ويرحم أبوها. وما دخلتش عندهم شام، اتصلت بشيماء سيف وقالت لها اتصلي لي بالحاجة فاطمة، وقالت لها أنا عايمة بأهلها. الأستاذة نهال عنبر اتصلت بيا وحجزتها عند دكتور من الزمالك، وجات مديرة أعمال الأستاذ أحمد مكي اتصلت عليا بالتليفون وجات لي البيت ومشيت معانا لحد الدكتور بتاع الزمالك وكله، وعملت تحاليل وكشفت وعملت لحد ما سبتهاش الا الساعة 12 بالليل، وما مشيتش وسيبني الا لما تحطيني كباب الكرب. ودلعتني اخر دلع ورسول الله يعني، وكان ايه عارفه الله يبارك له فاتح درس وعيني وعيان. انت الحقيقه تستاهلي كل خير. وخليني اقول لك كمان انه كل الناس حابه انها تطمئن على حالتك الصحيه، وكل جمهورك بيحبك وبيسال عليكي، ويمكن احنا كمان كنا حريصين ان احنا ندخلك معانا كمكالمه هاتفيه علشان الناس تطمئن عليكي منك انت شخصيا. الله يبارك لك حبيبتي، وانا نفسي اشوفك وانا بايته في المستشفى، لو عايزه تيجي بكره تعالي. انا ربنا يخليكي، اكيد طبعا هاجي لك وهزورك. ربنا يخليكي ربنا يديك الصحه. ربنا يشفي احمد مك بسنان ويعينه ويشفي الاستاذ سنان. انا بشكرك جدا 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 حاجه فاطمه، وبتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل. وانا كده فهمت منك ان انت النهارده محجوزه في المستشفى، واعتقد ان هم يعني مش هيخرجوكي غير لما يبقوا مطمئنين تماما على حالتك الصحيه. وانا بتمنى لك النجاح والايام الفلاح ان شاء الله، انت واللي زيك. اشكرك. تدعوكوا في الخير، ربنا يبارك في العيل وكله يا رب. اشكرك 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 يا فاطمه، وان شاء الله احنا كمان الايام اللي جايه هنتابع معاكي يعني اخر تطورات وضعك الصحي، وان شاء الله يعني هجيلك وهزورك ان شاء الله قريب. شكرا ليك يا حاجه فاطمه. ميرسي لحضرتك. شكرا. شكرا. الف سلامه. شكر موصول لكل حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، ودايما هنكون موجودين مع حضراتكم من خلال تغطياتنا المختلفة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.